اساليني انت بقى سامي. مش هتساليني على حد. عايز اسالك والله. اتفضلي. مش هقول لك اول مره افتح الاوبشن ده لدي. طيب هو اكيد الناس عارفه بس ممكن نعرفهم تاني، انت بقى يعني ابتديت الصحافه والاعلام من امتى؟ والله انا كنت في كليه حقوق وانا في اولى جامعه يعني كليه. كنت بحب الصحافه، كنت عايز اخش مجال الصحافه، ما عرفتش ان انا ابقى صحفي لسه صغير، فبقيت مصور صحفي، اشتغلت في مجله كل الناس، دي كانت البدايه، وقعدت مصور في المجله 4 سنين تقريبا بتوع الجامعه. فلا كنت مصور شاطر جدا يعني، بشهادة الناس دي لسه موجودة يعني، سواء فنانين قدام عصروني في وقت ما كنت مصور هم دلوقتي اصحابي، وسواء حتى الصحفيين او رؤسائي بقى اللي كانوا موجودين ايام، كنت مصور شاطر وبعرف اصور وكنت عامل لنفسي ستايل كده لطيف. بس وبعد ال4 سنين عملت ايه؟ بدأت اكتب في اواخر الوقت، بقيت اكتب واصور، فبدأت كان عندي كونكشنز لطيفة. خلي بالك ان المصور بيعمل كونكشنز اكتر من الصحفي بكتير، لان المصور بيخش ايفنت في ممكن يبقى في مثلا 15 20 نجم موجودين، فممكن يشوفهم، على عكس الصحفي بالكتير بالعافيه بيعمل مصدر يعني، بيقابل نجم بالعافيه يعني عشان يبقى مصدره او ياخد رقم ويجيب رقم. عشان هم ما بيحبوش يتكلموا معاكوا كتير عشان انتوا لا معاهم هم يعني مش معايا انا، لان انا كانت البدايه قديمه شويه من حوالي 18 سنه 17 سنه اللي هو بدايه الفوتوغرافيا دي. ليه انت كان عندك 16 سنه ساعتها؟ انا مش هقول عندي كام دلوقتي بس لا اقول لك، لا كان 17 سنه وقتها. انت قدي تقريبا. احنا نفس اكبر. لا انا اكبر منك بشويه، سنه ولا اكبر منك بسنه بس يا ستي. فبقوا اللي خدمني كمان دلوقتي ان كانت البدايات، معظم بدايات النجوم دلوقتي كانت في نفس بدايتي، فيعني كان سهل ان احنا نتعرف انا وفلان، كان لسه ما بقاش سوبر ستار وما كان، فانا وانا كنت مصور وهو كان لسه فنان بيبدا. فعشان كده لما دلوقتي هم معظم النجوم اللي موجودين هم اصدقاء واخوات، ويعني احمد الهواري معانا من زمان بقى، اللي هو يعني ده احنا 15 سنه او اكتر كمان منه، من 15 سنه خلاص انت بقيت مفروض علينا يعني مش كده بيردوا عادي. بس برافو عليك انت ابتديت يعني، كان ممكن حد تاني يقول لا ما انا ما عنديش واسطه ما عنديش. هو كان بص هقول لك على حاجه، مفيش حاجه اسمها كده، اللي عايز يوصل بيوصل، واللي عايز يتدلع بيتدلع، اللي عايز يعيش عشان حلم هو ده حلم. ما هذه الذبابة؟ لا انا فكرتها نحلة مش ذبابة. يعني مامتها نحلة وباباها متحولة. لا هو اللي عايز يوصل لحاجة بيوصل لها، احنا عايشين عشان نحلم ونحقق احلامنا. في ناس ما تعرفش كده. والله بص انا دايما كنت اقول للناس معايا في وشوشة، ايه الفرق بين النجاح والفاشل؟ الاثنين بيجروا في نفس التراك، في واحد بيكمل وبيقع وبيقوم وبيصحف على ايده وبيبقى عنده باور يكمل وبيوصل، ده الناجح. في واحد بيقع يا بيقوم ببطء يا بيعيط ويقول مش لاعب وانا مش قادر ومش قايم فما بيوصلش. هو ان الاثنين بيخرجوا من نفس الكليه ونفس البيئه ونفس البيت ونفس كل حاجه. انت دفعتك كان فيها كام الف واحده؟ دفعتي كان فيها كام الف واحد؟ مين فيهم حقق حاجه ومين فيهم اكتفى بان هو خد الشهاده وبيعمل اي حاجه ومتضايق في حياته؟ كلهم ما عملوش اي حاجه. هي بتبقى نسبة وتناسب.